معلم ابو سنه. اهلا وسهلا. مساء الخير، عندك اطفال؟ هو حضرتك اول مره تشتري اطفال؟ لا اول مره. ايه، انا مضيعه فلوسي كلها على اللبس والميك اب وشراء الاطفال. وانا ما عنديش اكتر من الاطفال. بس خلي بالك احنا سائلين وعارفين اسعار السوق كويس، يعني مش هتقدر تضحك علينا. والله ولا ليك عليا حلفان، لسه واحنا داخلين بقولها ابو سنه ده صحيح غالي بس تاخدي منه طفل يعيش. لا ده كان زمان، انا من اسبوعين خدت منه طفل فجاه لقيته كش. كش؟ كش ازاي يعني؟ يعني لما تشخط فيه كش في نفسه كده. احنا مش عايزين بقى اطفال من دي، احنا عايزين طفل يكون سنه 7 8 سنين. طب وده ايه الغرض منه؟ بصراحه اصل احنا ناويين نخلف بس كله حذرنا، قالوا لنا سن 7 سنين ده بيبقى سن الرخامه، فاحنا قلنا نجرب الاول. هل ابننا بقى لما يوصل لسن الرخامه هنستحمله ولا هنرميه؟ هو انا عندي خبرين، خبر حلو والتاني وحش. الخبر الحلو ان انت لو اشتريته مني وزهقت منه تقدر ترجعه لي لحد ما يتم 14 سنه، وده العرف. وده عامل نظام لنفسه. امال والخبر الوحش؟ الخبر الوحش بقى ان انا ما بمشيش بالعرف، ما برجعش عيال. لا ما تقلقش احنا مش هنرجعه لك، بس يا ريت يبقى طوله كده وشعره اسود وضحكته حلوه وبشرته يكون قمحاوي عشان الابيض بيتوسخ بسرعه يعني، مش كده؟ بس برضه الطفل الابيض بيليق على اي اب. طب ايه رايك توريني كل الاطفال اللي عندك، يمكن اخدهم كلهم. لا ده انت بتحلمي بقى، ده السن ده بالذات بيطير عندي في ثانيه. جرايه ابو سنه، يعني هتمشينا زعلانين؟ لا انا ما اقدرش امشيكوا زعلانين. بص هو انا عندي عيلين، واحد حلو والتاني احلى. وايه الحيره في كده؟ الاحلى طبعا. يا براوي. ايوه. المأسوف على عمره. امسكي نفسك، امسكي نفسك. المأسوف على عمره. هو ده اخوكي؟ اخويا بقى غندي؟ لا طبعا ده مش اخويا. هو ده كبر هنا ولا ايه؟ كان بيشوف حاجات تشيب هنا. ايه يا ابو سنه ده؟ بنقول لك عايزين طفل يا راجل. ما هو ده طفل بيبي، ده كان عندي من هو عيل صغير، كل ما بيعه بيرجع لي تاني لحد ما كبر عندي هنا. فهمت. ايه ده؟ طب وانت ليه ما كبرتش؟ لا ما هو التاجر الشاطر عنده مستين. مش عايز اعرفهم. ابو سنه شوف لنا حاجه كده عندك في المخزن، حاجه فوق الصنداره، حاجه تحت السلم. بص هو انا في الهيصه بتاعت اليومين اللي فاتوا دول طلعت بحتتين. هو ليه كل حاجه عند حضرتك اتنين مع ان اسمك ابو سنه واحده بس؟ ما هي سنه واحده بس ليها حكايتين، الاولانيه بتضحك جدا والتانيه بتضحك موت. ابو سنه والله همشي. لا ازعل لو مشيت. انا في الهيصه بتاعت امبارح دي طلعت بعيلين. العيل الاولاني عيل صعب قوي، كل ما ارفع عليه السيف يقعد يزعق ويعيط ويصرخ كاني يعني فاهم. اخسى عليه، ازاي يعمل كده؟ ده بيرفع عليه سيف يعني، المفروض يبقى مزقطط. طفل غريب فعلا. والعيل التاني؟ لا العيل التاني ده مجنون، بيقعد يهزي بكلام غريب كده انا مش فاهمه، وبيقول مصطلحات مش مفهومه. يعني امبارح مثلا قال لي انا عايز اتكلم في الـ في الـ في الايه بالراوي. التليفون؟ ايوه هو ده. ايوه بقى هات لي الولد ده انا عايزاه. لا ده انا بعته بيع ملوكي، اول ما بيع عيالك كده. بعته لمين؟ بعته للقصر. الله، طب ما حلو ده، تسيبيه هناك بقى. هو انت ما بتستحرمش اللي بتعمله ده؟ استحرم ليه وانا ببيع مخدرات؟ لا بتبيع اطفال. طب معروفه الاطفال احباب الله، يعني مش بعيد اكون باخد ثواب على اللي انا بعمله ده. بعيد ايه، اكيد بتاخد ثواب. هو انت هتزيد معاه؟ بقول لك ايه يا ابو سنه، انت ليك عندي عقابين، واحد وحش والتاني اوحش. شايف؟ معلش امسحها فيا، هي بتتعصب كده كل ما تيجي تشتري. بص احنا هنلف في السوق لفتين ونيجي ناخد منك الطفل ده، بس حمله لنا وغير له بقى. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده انا هوديه في داهيه. لا دهيتين. شايف برضه؟ معلش معلش. ايه وحاطط لي صور وفخور قوي. طب ياكل الراجل بدل ما هو بياكل بدل. براوي رضع الطفل وحميه. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.